اليوم اللي صار يعني رصدت وضبطت جهاز الأمن الوطني بالبصرة ثلاث صيدليات وهمية. الحلو أنه بالموضوع اللي يدير هذه الصيدليات أنه أشخاص خريجين متوسطة وابتدائية، يعني ما عندهم الكفاءة ولا هم خريجين للمهنة اللي يديروها، وبالتالي يبيعون أدوية غير مرخصة من وزارة الصحة. أجى تبليغ على هذا الموضوع، فاللي قامت به هنا جهاز الأمن بالأمن الوطني راحوا مباشرة لهذا التبليغ لثلاث صيدليات الموجودة بالخصيب بمنطقة الخصيب بالبصرة، ثلاث صيدليات وهمية اللي يديروها مثل ما قلت لكم أشخاص أطفالهم خريجين متوسطة وابتدائية اللي يديروها يبيعون أدوية للمرضى، وبالتالي أنه يكونون هم غير ذوي اختصاصات وما يحملون أي شهادات للصيدلة، هم اليوم خريجين صيدلة قاعدين بالبيت صح، وما يقدرون لا يفتحون صيدلية ولا يقدرون يزاولون مهنتهم. طيب من المسؤول عن فتح هذه الصيدليات الثلاثة؟ ومن المسؤول عن توفير هذه الأدوية الغير مرخصة للشخصيات اللي تديرها بالصيدليات اللي هم خريجين متوسطة وابتدائية؟ من وراهم؟ من اللي يديرهم؟ من اللي يوجههم؟ من اللي يأخذ لهم هذه الصيدليات؟ من اللي جاب لهم هذه الأدوية الغير مرخصة من وزارة الصحة؟ شلون دخلت هذه الأدوية إلى منطقة الخصيب للبصرة؟ من المسؤول؟ يعني أسئلة هواية تراودنا. جهاز الأمن اتخذ كافة الإجراءات القانونية على أصحاب الصيدليات فضلا عن غلقها نهائيا، قاموا بغلقها هذا صح، ومحاسبة الأشخاص اللي كانوا يديروها اللي هم ثلاث خريجين العفو من متوسطة وابتدائية. أنا هنا اللي محيرني والسؤال اللي أرد أوجهه للذوي الصيدلية اليوم، من اللي دار هذه الصيدلية؟ من اللي وفر لهم العلاجات الغير مرخصة؟ شلون دخلت هذه الأدوية الغير مرخصة؟ من اللي ساعدهم سهل عليهم الموضوع؟ بالضبط، التسهيل اللي صار لهم ان توفير ثلاث صيدليات بمنطقه الخصيب في البصره لاشخاص هم غير ذوي اختصاص. الرقابه وين؟ للصيدله وين الرقابه؟ وين وزاره الصحه عن هذه الادويه اللي غير مرخصه من عندهم؟ خلينا نشوف وياكم هذا الفيديو الخاص بموضوع الصيدليات الوهميه في منطقه الخصيب في البصره. اسم علي جبار. تشتغل علي جبار بابا؟ نعم. شنو شهادتك انت؟ ابتدائية. شلون فتحت هاي الصيدلية؟ دخلت دورة. دخلت دورة عند من؟ زين انت مو تعرف ان هاي فتح الصيدلية يجب ان يفتحها خريج كلية الصيدلة وحائز على موافقات اصولية، هاي ادوية مضرة بصحة الانسان. صحيح. ادوية يعني شلون في حال منو هي هاي الادوية قد تكون اكسباير؟ اعطيني هذا نعم. برفقة الصحة احنا هاش النوع الأدوية؟ سلابين عالجة القولون وتهيج المعدة. نعم. شنو اكو مواد تستخدم قد يستغلها الشباب كصيغة بشرب يعني مخدرة او تأثر على من المؤثرات العقلية يعني؟ لا هو كمحل هنا ما عنده ادويه مؤثرات عقليه. نعم. مخدره. نعم. بس عنده ادويه تخصصيه. نعم. يشهر استخدامه هو. صحيح. رجل غير اختصاصي. بكل بساطه يعني يقول لهم انه انا دخلت دوره وفتحت الصيدليه. يا اخي شنو دوره؟ يعني هم خريجين صيدلة وعليهم الاعتماد وصير عندهم أخطاء طبية، يصير عندهم أخطاء بالعلاج ممكن. يعني أنت داخل تقول له دورة وأنا فتحت صيدلية ودا بيع أدوية ومواد مخدرة، طيب يعني من المسؤول عنهم؟ تدري شنو مصطفى؟ يعني أنا هذا الموضوع كله بكفة، واللي ببالي أنا بكفة ثانية اللي هو اليوم أرواح الناس أني مئتمنة روحي يم الطبيب ويم الصيدلاني، في حين ما أروح وأريد أطلب علاج من عنده. مرات إحنا مثلاً من أي شخص بينا يتمرض ما يضطر يروح للدكتور للطبيب يعني، فيروح للصيدلية ياخذ علاج معين أو يوصف لحالته حتى ممكن ينطي علاج. طبعاً هذا الموضوع ما ممكن يصير مسموح ببعض الصيدليات، لكن بعض الصيدليات إنه عادي ممكن يعني. فهنا اني اوصف له حالتي وينطيني علاج، حي الله ما ممكن اني هنا مئتمنه روحي يمك، انت شلون اذا اني عادي عندي الموضوع انت شلون تقبلها على ضميرك؟ معقوله يعني؟ والله تدري اني عندي اخوي من ياخذ من يتعرض لمرض معين ويروح للطبيب وياخذ علاج يفر عليه يمكن اكثر من 4-5 صيدليات، يسأل هذا العلاج صحيح هذا العلاج صحيح ويروح على اطباء ثاني. يعني مو صيدليه وهميه وخريجه ابتدائيه ومتوسطه، صيدليه وهميه وعلاج يعني
مرخص من وزارة الصحة وخريجين متوسطة وابتدائية، يعني وين وصل بينا الحال بالعراق؟ يعني وصلنا انه لمرحله كل شيء عندنا شو احسه وهمي، يعني ما يعني ما احترامي للناس الزينه، ما احترامي لكل من يزاول مهنته بضمير وشرف، بس اليوم الموجودين يعني مثل اللي شفناه بالبصره، يمكن حتى عندنا ببغداد وبغير محافظات، يعني بالعراق بصوره عامه، اتمنى تكون اكو رقابه صحيحه. يعني اليوم سمعه اي شخصيه مثل الزجاج، من تنكسر صعبه تصلح، مستحيل. فنتمنى انه سمعه اطبائنا وسمعه وزاراتنا وسمعه كل مدراءنا وكل المسؤولين بالعراق بصوره عامه تكون سمعتهم صحيحه، وكل شخص يكون رقيب على نفسه، كل شخص يكون يحاسب ضميره، يحاسب اختصاصه، يحاسب المجال اللي هو بيه حتى يؤديه بالصوره الصحيحه. هذا اللي نتمناه، وهذه الرساله اللي وصلناها لكم واللي شفناها اليوم، انه من اشخاص هم غير خريجين وغير مؤهلين وغير ذوي اختصاص دي يفتحون صيدليات وهميه. الله اعلم بالايام الجايه ايش راح نشوف ان شاء الله توصل هذه الرساله. احنا تطرقنا لهذا.